لم تنتهي الحرب ولم تسكت أصوات القذائف في سماء تعز وأحيائها، ورغم الموت الجائل في أحياء هذه المدينة، إلا أن هاجس ما بعد الحرب يظهر من بين ركام الدمار وغبار المعارك. هذا الدمار الواسع الذي طال مدينة تعز ومنشآتها العامة والخاصة وأسواقها، مبانٍ سقط على سكانها قذائف الميليشيا لتحولها إلى ركام. يرى الكثيرون ضرورة إعادة إعمار المدن التي دمرتها الحرب، وهناك تحذيرات كثيرة أطلقها مراقبون حول ضرورة تحريز الدمار وتوثيقه عبر لجان مختصة من قبل السلطة المحلية أو المنظمات المعنية أو وسائل الإعلام لتوثيق الأضرار في القرى والمدن والأحياء التي تتعرض للقصف وتقييم حجم الدمار بشكل فني وتقدير الكلفة المالية والجنائية والتاريخية سواء للمنشآت العامة أو الخاصة أو الأثرية قبل أي عملية لإزالة ما خلفته الحرب أو عملية ترميم وإصلاح. ليس لكشف جرائم الميليشيا أمام العالم وتكوين قاعدة معلوماتية وحسب، بل وتوثيقها كشواهد على حرب وإرشيف متخم بالأوجاع وصور الدمار. يظل هذا الدمار خير شاهد على وحشية الميليشيا التي مرت ولم تخلف غير هذا الركام والخراب، وتظل أهمية حفظ الذاكرة وتوثيق كامل الانتهاكات خطوة مهمة لا تقل أهمية عن المقاومة والاستبسال في سبيل إسقاط الانقلاب واستعادة الدولة.